اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من صحافه الغد. تعالوا نشوف ابرز منشطات صحف مصر اللي هتكون موجوده مع الباعه خلال ساعات قليله. هنبدا بابرز العناوين من صحيفه روزا اليوسف. هنقرا العنوان 30 من يونيو حكايه شعب ورئيس. الأخبار 10 ملايين مواطن يصرفون معاشات يوليو بالزيادة الجديدة. المصري اليوم بدء صرف الدعم ل6 ملايين مولود اليوم. الوفد افتتاح المقر الجديد لإدارة الجوازات بالعباسية. ومن الأخبار 100 مليون صحة أبليكيشن جديد على المحمول. نبدأ طبعا بحديث الساعة. اليوم كان طبعا ذكرى 30 من يونيو، والكل بيتذكر يعني ما مر به في هذه الساعات العصيبة من عمر مصر. الحقيقة إن الجرايد يعني ما لم تدخر جهدا على الإطلاق، وعملت مجموعة من العناوين المتنوعة المرتبطة كلها ب 30 يونيو. اخترنا لحضراتكم عدد كبير منها نذكره رؤوس العناوين ونشوف ازاي تعاملت صحافة مصر مع ذكرى 30 يونيو. روزا اليوسف 30 يونيو حكاية شعب ورئيس. روزا اليوسف ايضا 30 يونيو ترسيخ دولة الديمقراطية. وثورة 30 يونيو لم تكن الا صيح التعبير عن اقوى الثوابت المصرية. هذه كانت عناوين روزا اليوسف عن ذكرى 30 يونيو. نروح لجريدة أخرى، وهذه المرة جريدة الوفد. جريدة الوفد كتبت في ذكرى 30 يونيو: الثورة انتصرت للمواطنة. والبابا توادرس مهدت الطريق لانفتاح الأقباط على الحياة السياسية. السيسي في كلمته: نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر. أبو شقة: السيسي أنقذ الدولة المصرية من الاختطاف. هنستمر مع حضراتكم ونشوف جريدة ثالثة تعاملت مع ذكرى 30 يونيو في عناوينها إزاي إلى صحيفة الأخبار. السيسي: 30 يونيو جسدت انتماء ملايين المصريين لوطنهم. السيسي: شعب مصر رسم طريقا لحماية الدولة وتنميتها. الأعلام المصرية تزين احتفالات الجاليات بالخارج. لسه مستمرين في نفس الملف، وهنروح لجريدة رابعة هي المصري اليوم ونشوف عناوينها مع بعض. 30 يونيو حمت الوطن من الفوضى. الرئيس: اتخذنا قرارات صعبة رغم قسوتها، والشعب تحملها بشجاعة وكبرياء. المحافظات تحتفل بالذكرى 6 لـ30 يونيو. هكذا رأت صحف مصر ذكرى هذا الحدث المهم اللي فرق كتير في حياتنا وأعمارنا وأعمار أولادنا، فرق كتير في مقدرات هذا الوطن وشكل منعطف إن وصف بالتاريخي فهو يعني وصف حقيقي وجد. هنروح مع حضراتكم إلى موضوعات أخرى متنوعة في جرايد بكرة. هنروح إلى صحيفة الأخبار. عنوان الخبر بيقول 10 ملايين مواطن يصرفون معاشات يوليو بالزيادة الجديدة. التفاصيل عن الخبر ان وزارة التضامن هتبدأ من بكرة
هتبدأ من يوم الاثنين، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اللي قدرها 15% وحدها الأدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه. هتبدأ الوزارة في صرف المعاشات من منافذ صندوقي التأمينات والصراف الآلي، لكن المعاشات اللي بتحول على البنوك هيبدأ صرفها من أول 10 يوليو إن شاء الله. المعاشات دي بيصرفها 9.8 مليون مستفيد، وفيها زيادة سنوية، التكلفة بتاعت الزيادة السنوية 28.1 مليار جنيه بتتحملها الخزانة العامة للدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صدق على القانون الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من أول الشهر الحالي، لو تتذكروا تناولنا هذا الموضوع كتير في صحافة الغد. من ضمن التعليمات اللي تم يعني توصيلها للوزارة وللمعنيين بصرف المعاشات انه تم التأكيد على الموظفين الا يغادروا يعني يوم العمل بتاعهم وينصرفوا الا اذا اخر مواطن موجود قدامهم جاي عشان يصرف مستحقاته يكون صرف مستحقاته بالفعل، ما فيش شروط علينا بكرة، طالما المواطن موجود جوه المكان فمن حقه يصرف حتى لو تجاوزنا ساعات العمل. وطبعا لانه مفهوم ان جزء كبير منهم كبار سن وأصحاب حالات مرضية، فهذا يعني أقل ما نستطيع أن احنا نقدمه ليهم من خدمة. هنروح لموضوع جديد ومن الوفد. افتتاح المقر الجديد لإدارة الجوازات بالعباسية، طبعا هذا استكمال لجهود وزارة الداخلية أنها تقدم خدمات جيدة للمواطنين بمعايير وجودة يعني لائقة وجيدة تعمل على راحة المواطن. علشان كده تم افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، وبدأ بالفعل في استقبال المواطنين والأجانب عشان يقوموا بمعاملاتهم اعتبارا من النهاردة الأحد. المبنى زي ما بيتكلم الخبر مساحته 40,000 متر، 7 أدوار، بيضم إدارات الجوازات المختلفة، وطبعا روعي يعني في الجانب الحداثي شوية في النداء بالأرقام وأيضا الترقيم الآلي، علشان كل واحد مجرد ما هيسمع رقمه هيتوجه إلى الشباك الخاص به يقوم بإنهاء معاملته، مفيش تكدس على الشبابيك، مفيش محاولات يعني إن حد ياخد دور حد وما إلى ذلك. أيضا تم تزويد المقر بأماكن مخصصة لإنهاء إجراءات كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وده طبعا تيسيرا عليهم. وفي الخبر بيتكلم عن إنشاء مركز معلومات هو الأكبر أو من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال في الشرق الأوسط. إلى عنوان جديد وخبر مختلف من جريدة المصري اليوم هذه المرة. اليوم بدء التسجيل ل 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية. في تفاصيل هذا الخبر إن هيتم بدء التسجيل وسداد مقدم الحجز ل 538 وحدة سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية ابتداء من الغد بمساحات من 130 متر وحتى 173 متر مربع، وهذه الوحدات طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هستكمل مع حضراتكم الأخبار وهنروح للمصري اليوم وخبر جديد. بدء صرف الدعم لستة مليون مولود اليوم. نشوف تفاصيل هذا الخبر إن وزارة التموين هتبدأ من الغد صرف السلع التموينية لستة مليون مولود جديد تم إضافتهم للبطاقات التموينية. الموضوع ده كلف 2.2 مليار جنيه أو بيكلف 2.2 مليار جنيه سنويا. تطبيق أيضا منظومة الخبز الجديدة اللي بتتضمن تثبيت سعر تكلفة الرغيف ب60 قرش والحفاظ عليه ب5 قروش للمواطنين من مستحقي الدعم. الخبر بيتكلم في يعني سطوره عن أن الوزارة أصدرت تقرير النهاردة الأحد بتتكلم فيه أنه تم إضافة المواليد من 2006 إلى 2015 من أصحاب المعاشات ومستحقي معاش تكافل وكرامة والأرامل والأشخاص اللي لا يتجاوز دخلهم
2000 جنيه شهريا، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال اللي دخلهم لا يتجاوز 2500 جنيه شهريا. بتشمل أيضا الإضافة طبقا للخبر في المصري اليوم إضافة المواليد من أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة والقُصّر والعمالة المؤقتة والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات أو الأمراض المزمنة، وهذا طبعا تأكيد على الدور المجتمعي اللي الدولة بتقوم به تجاه هذه الفئات اللي المفترض إن معاناتها أكثر من معاناة المواطن العادي اللي قد يتساوى حتى معاهم في الدخل لظروف كتيرة جدا كلنا نستطيع تصورها وتفهمها، فبالتالي إضافة أبنائهم قد يخفف عليهم قليلا من أعباء الحياة. الخبر في النهاية بيتكلم عن إن تطبيق المنظومة الخاصة بالخبز اللي هي بنثبت بيها سعر الرغيف و يعني ما بيبقاش دعم نقدي وإنما دعم عيني، دي بتوفر تقريبا 10% تقريبا من استهلاك القمح اللي هو يساوي مليون طن من القمح. طبعا نسبة يعني جيدة في التوفير، كل وفر نقدر نوفره هيحل محله شيء آخر يحتاجه المواطن، أو هنوفر على الدولة أموال تستطيع توجيهها إلى مصارف أخرى أكثر أهمية حتى لينا وأكثر إفادة لينا كمواطنين. طيب أنا هرجع مع حضراتكم لخبر العاصمة الإدارية الجديدة، والخبر كان بيتكلم عن طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية. خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع من الأستاذ أكرم عبد الرحيم الصحفي بجريدة المصري اليوم. أستاذ أكرم إزاي حضرتك؟ يا أستاذ أكرم. أيوة أهلا وسهلا بحضرتك في صحافة الغد. أهلا بيك، أهلا بيك والسادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير وسعادة بمناسبة ثورة 30 يوليو. وحضرتك بألف خير. أستاذ أكرم، ما قصة ال 538 وحدة سكنية الفاخرة بين قوسين اللي في العاصمة الإدارية اللي هيتم طرحه؟ طبعا لا شك إن وزارة الإسكان بتحرص كل الحرص من أكثر من 20 سنة على أنها بتوفر وحدات سكنية للمواطنين، وده يعني خطها المتوازي لحل أزمة الإسكان تماما والقضاء عليها والقضاء على المناطق العشوائية. تمام. وخطة مصر 2030 لإيجاد وحدة سكنية لكل مواطن في مصر. دي نقطة. النقطة الثانية، الوزارة بدأت في العاصمة الإدارية الجديدة في حجز وحدات سكنية للراغبين في الحجز، وطرحت عدد من الوحدات السكنية على مدار أكثر من عام، والوحدات الجديدة اللي طرحتها دي بدأت دلوقتي آخر وحدات ل 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءا من يوم الاثنين المقبل 1/7/2019 وحتى الخميس 18/7. طبعا هيتم التسجيل وسداد المقدمات لحجز هذه الوحدات السكنية الفاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ده هتبقى بالمجاورة دي 8 بالحي السكني R3 أو R3 بمساحات تتراوح ما بين 130 و173 متر. وطرحتها وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام الأصلاحية بالحجز الإلكتروني. يعني ما فيش أي قيود على الأشخاص الراغبين في الحجز، ولا أي شخص أي مواطن مصري يستطيع أن يتقدم إلكترونيا لحجز هذه الوحدات؟ وطبعا احنا عن طريق الفيزا، ممكن بالفيزا، الفيزا ميزا دي بيحجز عن طريق البنك عادي، بيحجز الكترونيا عادي، بيتبع الخطوات، وكل انسان بيبقى التسجيل والحجز موضح في البيانات الشخصيه بتاعته في سريه تامه. الى جانب كمان انه برضه هيتم بعد شهر الثلاث على الموقع الالكتروني طرح الوحدات السكنيه برضو في مدينه الشروق كان متوسط. نعم. بتاعت 106 و133 مدينه الشروق هتطرحها برضو الوزاره متخصصه يعني متوسطه في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بنظام اثباتيه الحجز الالكتروني. احنا خلاص دخلنا دلوقتي تحت رئيس بالحجز الالكتروني، كل شيء هيبقى مميز دلوقتي لان احنا دخلنا العصر. وما فيش فرصه هنا بقى للظواهر اللي للاسف عانينا منها، ظواهر المحسوبيه في التخصيص او تخصيص مباشر او حتى
تسقيع وحدات معينة لصالح ناس معينين، كل هذا ينتفي مع فكرة الحجز الإلكتروني يا أستاذ أكرم؟ تمام. كمان في نقطة تانية اللي هو نظام الاستادات الوحدات السكنية المطروحة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة القواعد الوطنية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه هيتم سداد مبلغ لجدية الحجز وسطه 100,000 جنيه لهذه الوحدات الفاخرة، ويتم استكمال نسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1% من المصاريف الإدارية زائد 5% لمجلس الأمناء من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، وكمان بيتم سداد 10% من قيمة الوحدة من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند الاستلام. طبعا دي يعني افتكر ان هي حاجه رائعه للحاجزين، ودي بشره بالنسبه للحاجزين، لانه هو هيستلم شقه مكتمله تماما على المفتاح زي ما بيقولوا. هل في ميعاد للاستلام يا استاذ اكرم؟ طبعا هو ممكن بيتم سداد باقي الوحده على اقساط ربع سنويه متساويه لمده 3 سنين يعني بدون فوائد، يعني هي هتاخد 3 سنين من غير فوائد. نعم. ويجوز سداد باقي القيمه على اقساط ربع سنويه متساويه لمده من 5 إلى 7 سنوات، دي هتبقى محمله بالفائده. طبعا النظام السداد كله نظام الكتروني، وده هيتم تاخير الحجز زي ما صرح المصدر المسؤول في هيئه القواعد الوطنيه الجديده. برضه هذا النظام السداد للوحدات السكنيه برضه المطروحه نفس النظام في مشروع سكن مصر بمدينه الشروق، برضه نفس الحكايه، هيدفع 70,000 جنيه ويتم سداد نسبه 20% من اجمالي قيمه الوحده. نعم. والمصاريف الاداريه من قيمه الوحده خلال فتره لا تزيد عن شهر. طبعا هتبقى المدينه مكتمله تماما في العاصمه الاداريه الجديده من 3 إلى 5 سنوات، هتشهد مصر نسله حضاريه رائعه لمدينه تجاريه سكنيه رائعه تضاهي المدن الاداريه الموجوده في كافه دول العالم، كل دوله متقدمه متحضره عندها عاصمه اداريه جديده. احنا الان بنفخر ان احنا عندنا اكبر واجمل مدينه اداريه جديده في الشرق الاوسط، مش موجوده في اي مكان ثاني. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم عبد الرحيم الصحفي بالمصري اليوم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. إلى خبر من صحيفة الأخبار عنوانه 100 مليون صحة أبليكيشن جديد على المحمول. الخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة اللي بتستدعي إن احنا نروح الوحدات الصحية أو المراكز، بقى في جزء منها متاح على تطبيق للهاتف المحمول أبليكيشن، هيقدم عدد كبير من الخدمات الصحية اللي تضمنتها حملة 100 مليون صحة. حكاية الابليكيشن ده باختصار هو ابتكر وصممه المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات. حتى الآن ما هو مكتوب عنه في أخبار أو في صحيفة الأخبار إنه هيقدم 15 خدمة طبية للمواطنين. هنبدأ الأول أو هنطلق الابليكيشن بخمس خدمات خاصة بصحة المرأة، وده هيكون في نص شهر يوليو، وده برضو ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي. والابليكيشن من ضمن الحاجات اللي يعني مذكورة في الخبر انه هيعمل تنبيه لصاحب الابليكيشن بمواعيد الفحوصات الطبية، هينبه السيدة إلى مواعيد الفحص الدوري ومواعيد الفحص في الوحدة الصحية اللي هي تابعة ليها، في أمور زي رد على استفسارات، رسائل متابعة للأطفال اللي عندهم التقزم والأنيميا، وده كان جزء أيضا من الحملة الصحية الرئاسية. يعني هو أكيد تطوير جيد، لكن الرك هنا على المستخدم. التطوير ممكن يكون موجود، الابليكيشن موجود، لكن العبرة في النهاية هل المواطن العادي بين قوسين هيستقبل هذا الابليكيشن، هيتفاعل معاه ولا لأ، هيجده سهل ولا لأ، هنا مربط الفرس. وأعتقد أن هذه الأمور معمول حسابها، لكن هنستنى ونرى بالفعل. نص يوليو مش بعيد،
هنقدر نعرف على وجه الدقة كيف هيستقبل المصريون هذا الابليكيشن. إلى خبر جديد من المصري اليوم وعن الحج. عنوان الخبر: سفر أول أفواج حجاج الجمعيات 23 يوليو. التفاصيل: هو إعلان وزارة التضامن إن أول فوج من حجاج جمعيات الأهلية هيغادر مصر إن شاء الله في 23 يوليو الحالي، اللي هو طبعا الجرايد بتكتب بصيغة بكرة لأن دي جرايد بكرة، فهيكون 1/7 فيوليو الحالي. إلى يعني الجريدة بتلفت إلى أنه تم الانتهاء من برنامج تدريبي للحجاج والمشرفين للتوعية بالمناسك. في تصريحات داخل الخبر للسيد أيمن عبد الموجود، وهو المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، قال فيها أنه تم الانتهاء من حجز 9 فنادق في مكة المكرمة و9 فنادق في المدينة المنورة، وقال أن الفنادق هذا العام في مكة قريبة من الحرم للتيسير على الحجاج. صرح أيضا أن تم التعاقد مبكرا على عدد من الخدمات علشان تقدر المؤسسة أنها تحصل على برامج متكاملة بأقل سعر ممكن. في نقطة هنا هامة برضو ذكرها الخبر، أنه تم وضع معايير السنة دي خاصة بالأتوبيسات اللي هتنقل حجاجنا في عرفات ومنى. المواصفة أو الشروط اللي اتحطت زي ما بيقول الخبر إن لا تقل سنة صنع الأتوبيس عن 2016 إلى 2017. أعتقد هنا طبعا علشان نضمن إن أتوبيس جديد لسه مش حالته جيدة، إمكانيات الراحة وسبل الراحة فيه ما زالت قائمة وشغالة وفعالة، فيساعد الحجاج شوية على التخفيف من حالة الإرهاق وحالة التعب البدني اللي بتكون مصيباهم وهم يعني مشقة هذه الشعيرة، وهي أجمل ما فيها بالمناسبة، لكن في النهاية احنا يهمنا ان احنا نوفر لهم كل سبل الراحة والاسترخاء والأمان علشان يؤدوا مناسكهم براحة كاملة ويعودوا يعني منقيين من الذنوب إن شاء الله، واللهم اكتبها للجميع. بهذا الخبر الجميل نختم مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من صحافة الغد، ونعود ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نفس الموعد ومنشطات صحف مصر بأمان.